فيلا مسلسل العشق الممنوع. صاحب الفيلا رجل كبير بالعمر اسمه عثمان، صرح أكثر من مرة بأنه ندم على تأجير الفيلا لهذا المسلسل، وهذا بسبب أن الفيلا من يوم عرض المسلسل والسياح يتوافدون عليها، مما سبب إزعاج لصاحبها. مدخل الفيلا والحديقة الخارجية. الفيلا حالياً هي معرض للسجاد المصنوع يدوياً. الدخول للفيلا يكون مجاني. التصوير ممنوع، لكن الحارس سمح لي بالتصوير. الغرف المفتوحة في الطابق الأول فقط، وباقي الغرف مغلقة وممنوع الدخول فيها. جولة في الحديقة. الآن جولة صغيرة في داخل الفيلا، حيث صورت الغرف المفتوحة فقط لكم. هذا هو السلم. هنا الباب الخارجي. غرفة المادموزيل لميس. من داخل غرفة سمر وعدنان. الدرج أو السلم المؤدي للطابق الثاني. مجموعة من الأدوات التي تستخدم في صناعة السجاد. من أمام الفيلا. تقع الفيلا في منطقة سارير، وعنوان الفيلا مكتوب في صندوق الوصف. فقط قم بنسخ العنوان وضعه في خرائط جوجل، وسيتبين مكان العنوان في الخارطة. تستطيع الوصول إليها عبر المواصلات العامة، وبهذا الشكل الموضح أمامكم بالتفصيل.